بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب هنا ما شاء الله تبارك الله تفوق في القراءة وتميز بعد أن كان مستواه أقل بالقليل، لكن ما شاء الله تبارك الله الآن من أجل التشجيع، من أجل الحصول على الكأس، هناك كأس وهناك كلمات سوف يقرأها الطالب. بسم الله بسم الله، استعد، يلا. الكلمة الأولى عسى، عسى، ممتاز. الكلمة الثانية شفاء، أحسنت. الكلمة الثالثة حزينة، رائع. الكلمة الأخيرة اقتربت، مريض. تحية، اطلع، خذ الكاس، خذ الكاس، خذ الكاس، خذ الكاس.